Good day, my friends. How are you today? كيفكن أصدقاء اليوم؟ هل أنتم متحمسين؟ Are you excited? اليوم بدنا نتعلم أشياء جديدة وبدنا نتعرف على صديقنا فادي. بدنا نقرأ مع بعض وأنتم صرتوا كتير شاطرين رح تقروا معي. بدنا نتهجى الكلمات مثل ما تعودنا وبدنا نقراهم سوا. ورح نتعلم كمان أشياء تانية. بس قبل بدنا نسمع لأغنية كتير حلوة وأنا برجع لكم. This is your ball, this is my doll, that is your bag, that is my tag. This is so fun, let us run under the sun and eat some bun. That is a bug, that is my mug, give me a hug, standing on a rug. He is a dad, he is so sad because his lad lost his pad. This is so fun, let us run under the sun and eat some bun. هلا أصدقائي فتحوا عينيكم منيح. Open your eyes well. Open your ears well and look at the board. طلعوا بالصورة عندي هون. عندي هيدا صديقنا فادي. بدنا نتعرف عليه. فادي هو رجل. He is a man. He is a man. إنه رجل. He has a van. عنده van. He has a van and a can and a pan. فإذن what is this? It is a can. What is this? It is a pan. مقلاة. What is this? It is a van. Who is this? He is فادي. Who is فادي? فادي is a man. تعالوا نقرأ مع بعض. قبل خلينا نجرب نقرأ كم كلمة لحالهم وبعدين نصير نقدر نقرأ الجمل كلهم. رح سطر لكم الأحمر. الكلمات إذا عرفنا نقراهم بيصير سهل كتير نقرأ الجمل كلهم. منبلش. فادي أنتوا بتعرفوا فادي. فادي. عنا big. به the letter I لفصلة E. big. جاعدوا معي. به E. big. عندي مه أ ما ن مان رجل. مه آ ما ن مان رجل. عندي هون ذ the letter V بالفظة ذ. ذ آ ذا ن فان فان. يرجع عندي the letter C هون شو راح ألفظة كه. كه آ كا ن كان كان. ذ آ ذا ن فان. به the letter P مثل parrot. به أ با بان. ذه أ ذا فان. صرتوا تعرفون كتير سهلين. بتتذكروا كمان verb to be is, I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. وين عنا هون verb to be؟ عنا هون is وعنا هون is. هون عنا is كمان. في عنا كمان verb to have. تتذكروا I have, you have, he has, she has, it has, we have, you have, they have. وين عنا verb to have هون؟ طلعوا منيح. عندي هون has. فإذن صار في verb to be, is, verb to have. وصلنا نعرف نقرأ be, big, مه, a, man,
with a van. كيف عم بلفظ الـ A هون؟ A short sound. كه a can. With a van. به a pan. With a van. هلأ بدنا نجرب نقرأ كل جمل مع بعض. فادي فادي verb to be is a big man. فادي is a big man. فادي is a big man. He, are you, he, she, it, we, you, they. هون عنا he has verb to have. He has a van. He has a van. His can. His can is verb to be. His can is in, في, in, the. تذكروا قلنا th ملفوظون the. هون عندي van. فإذن his can is in the van. عيدوا معي. His can is in the van. بعد مرة. His can is in the van. هون. His pan. Pan. المقلاية. مقلاة. Is verb to be in the van too. أيضا. To يعني أيضا. يعني مش بس عنده. الكان بقلب الفان. كمان الفان is in the van. And this is Fadi. نقراها بعد مرة. Are you ready? هل أنتم مستعدين؟ يلا. Fadi is a big man. B-E-G. Big man. He has a van. His can is in the van. His pan is in the van too. شفتوا شو هين؟ كان عنا هون verb to be انتو بتعرفوه. كان عنا verb to have كمان بتعرفوه. وعنا الكلمات يلي تعلمنا نقراهم. man, van, can, pan. اسمعوا منيح. man, van, can, pan. These are rhyming words. Rhyming words يعني بيخلصوا بنفس الصوت. van, an, pan, an. man, an, pan, an. وهينين كتير بينكتبوا نفس الشيء بس عم غير أول letter. طلعوا هون. إذا قلت أنا pan, p, pan. أول شيء عم بلفظ p, the letter p. p, a, p, a, يعني a. pan, pan. أما هلأ van. نفس الشيء A-N بس بدل البي بحط V صارت van. هلأ إذا حطيت محل البي والV M شو بتصير؟ M man. M-A-N man. وإذا حطيت محل الأم C لفظتها K هيدي أن K-A-N can. فان فان مان كان. بتعرفوا تكتبون؟ جربوا تكتبون لحالكم. بس قبل هلا بدنا نجرب نجاوب عن بعض الاسئله يلي هن بيختصوا بالقرينه. هو از فادي. هو يعني مين؟ مين؟ مين هو فادي؟ شو منجاوب منقول؟ فادي از ا بيج مان. هو رجل كبير. Who is Fadi? Fadi is a big man. What does he have? ماذا يملك؟ هو يعني عم بسأل عن من. What? ماذا؟ ماذا يملك؟ What does he have? شو عنده؟ طلعوا. عنده van. عنده can. عنده pan. فإذا he has. هو بيملك. A van.
a can and a pan. Where is the can? Where يعني أين؟ أين؟ Where is the can? وين الكان؟ It's in the van. طلعوا. His can is in the van. فإذن his can is in the van. فإذن هو سألت عن من؟ Who is Fadi? Fadi is a big man. What يعني ماذا؟ What does he have? ماذا يملك؟ He has a van, a can and a pan. Where يعني أين؟ عم بسأل عن المكان. Where is the can? وين الكان؟ His can is in the van. هينين؟ بدي يكون هلأ ترجعوا تنقلوا الجمل على الدفتر عندكم وعملوا مثل ما أنا عملت. سطروا الكلمات تعجون لحالهم وتذكروا verb to be, verb to have وقروا الجمل كتير منيح. جاوبوا عن الأسئلة وبدي تكتبوا هودي الكلمات لحالكم. pan, van, man, can. كتير سهلين لأنه أنا غيرت بس أول letter من الكلمة. وهلأ أنا بآخر فقرة بدي جرب أنا إلكم الكلمة وأنتوا تكتبوها. حضروا ورقة وقلم وأنا بشوفكم بآخر فقرة. man van can pan tan أصدقائي مثل ما أنا قلت لكم بدنا نعمل إملاء. يعني أنا رح أقول الكلمات بالإنجليش وأنتوا بتكتبون عندكم على الدفتر. حضرتوا ورقة وقلم؟ رح نبلش بأول كلمة. أول كلمة م مان م أ ن مان. فإذن م مان. تاني كلمة van van. ثالث كلمة ك كان. بس انتبهوا عم بلفظها ك بس هي the letter C. ك كان. وآخر شي عندي ب بان ب بان. رح اكتبهم هون حتى تصلحون. م مان ف فان. هون عندي ك كان ب بان. صح كتبتون؟ كتير هايلين. اما هلا فبدنا نتذكر verb to be. تتذكروا نحن كنا ناخد بالpresent وبالpast tense. present يعني بيدل على شيء بيصير دائما او بالزمن الحاضر. بالباست تنس بيدل على شيء صار بالماضي وخلص. اذا بدي اكتب verb to be بالبريزنت تنس يلا ساعدوني انتم. منبلش I am, you are, he is, she is, it is. it بتعود للشيء او للحيوان. we are, you are, they are. اما اذا بدنا نكتبهم بالباست تنس تتغير كلها بتصير I was. مين بيتذكر؟ you were,
He was, she was, it was, we were, you were, they were. فإذا تغيرت كل الكلمة، كل الفيرب تغير، كل الفعل. بس هيدا verb to be. verb to be بيتغير كله لما نعمله بالباست، لما نكتبه بالزمن الماضي. أما معظم الأفعال most of the verbs لحتى نحولهم للماضي، تعرفوا شو لازم نزيد؟ نزيد بس إيدي. طلعوا كيف. jump يعني نط. إذا بدي حولها للماضي بكتب jump وبزيد إيدي، صارت jumped. jumped يعني نط بالماضي. ask كمان سأل، بزيد له إيدي. asked سأل بالماضي. fill يملأ، filled بزيد له إيدي. wash يغسل، washed بزيد له إيدي. start يبدأ، started بزيد له إيدي. need يحتاج، needed بزيد له إيدي. look ينظر، looked بزيد له إيدي. يل يصيح أو يصرخ، يلت بزيد له إيدي. guess يظن، بتصير guessed. touch يلمس، بتصير touched. فإذا شوفوا شو هينين، زدت لهم بس إيدي. verb to be تغير كله بس بقي الأفعال، معظم الأفعال مزدت لهم بس إيدي. jump jumped، ask asked، fill filled، wash washed، start started، need needed، look looked، yell yelled، guess guessed، touch touched. فإذا ما تنسوا أصدقائي، كتير سهلين، بزد لهم بس إيدي. أما هلأ فخلينا نكمل آخر قسم من قصتنا. كنا عم ناخد عن التيب my clothes، وهلأ بدنا ناخد عن my friends أصدقائي. hello my sweet cat، can I pet you؟ يعني فيك تكوني انت حيواني الأليف. what soft fur you have، شو ناعم الفرو تبعك. hello my sweet cat، can I pet you؟ what soft fur you have. hello my sweet fish، can I look at you؟ في اطلع فيك. you swim so well in your bowl، انت بتسبح كتير منيح بقلب الوعاء تبعها اللي بنحطها فيه. hello my sweet sister، can I play with you؟ في العب معك. playing together is so much fun، انه نلعب مع بعض كتير حلو ومرح. hello my sweet daddy، can I sit on your shoulder؟ في أقعد على كتافك. how tall I look up here، قد بين طويل من هون. hello my sweet mommy، can I cuddle you؟ في عنقك أو أعبتك. I love you so much، أنا بحبك كتير. hello my sweet bear،
Are you coming to bed with me? أنت رح تجي معي على السرير. Are you? You are my sweetest little friend. أنت أحسن صديق عندي. فإذا مين هن أصدقائه؟ بلشنا. Sweet cat. عنا sweet fish. Sweet sister. Daddy, sweet daddy. Sweet mommy. The sweetest friend, sweet bear. فإذا هودي أصدقائه. أصدقائي إن شاء الله تكونوا حبيتوا القصة وعم تتعلموا منها كلمات جديدة. أنا بدي منكم تتمرنوا على كل شيء عملناه اليوم. رجعوا إذا كتبتوا الكلمات غلط تدربوا عليهم منيح. Copy them, نسخوهم. اكتبوا verb to be وجربوا تحولوا الverbs مثل الverbs اللي كتبتهم للpost tense زيدوا ED. أنا هلأ بدي ودعكم، بشوفكم بالحلقة المقبلة. باي. I am back to school, I am back to school. We write, we read, we share and eat. We paint, we draw, we play jigsaw. I love my teacher, I love my school. I love my teacher, I love my school. I am back to school, I am back to school. We write, we read, we share and eat. We paint, we draw, we play jigsaw.